عادل انكسر الشعر بين مين ومين؟ انكسر الشعر بين نعيم كله كرمال ما نشوفه. يمكن مش اكيد انكسر الشعر. ان شاء الله يكون انكسر الشعر. فيها نعرف شو قصة المنشفة معكم مع بعض؟ يا حلاوة ورقنا بقصة هلا مع العالم المنشفة. وانا مهتم بالأساس. فيك يا حلاوة، انا مهتم فيك لك. ما انا تاني مرة وجهي لمطرح مع بصير المشكل. مش شو بدك فيه تهتم فيها؟ بس انت بتعرف في انا ناس خصوصي موصيني فيك، مش هناك عندي هالاهتمام فيك. طريقتك هالاهتمام كانت كتير غلط. انت رد فعلك شو في حلاوة؟ هي شو بعرفني شو عم بيصير لهم؟ عم بيخوتوا هول اثنين الارعين اللي معي عم بيخوتوا. وبيقبروا بعضهم. كل المشكلة بالمنشفة. خلاف على المنشفة. على المنشفة. لأنه كانوا عم يحكوا عن المنشفة، بيقول نعيم إنه يا عمي أنا ما صار شيء مع المنشفة، بقوم بفكر عباس إنه المشكل صار بالمنشفة مع نعيم. في مجال أنطوني ما عم بفهم عليك، جمعة عمود، جمعة منشفة، شو قصتك؟ يجي بيقول له عباس شو بك؟ شو صار معك؟ بقول له نعيم أنت شو بك؟ طلع لهنيك. وعرفوها. اه شو قال غير شيء؟ اه اوكي. بس لو في كاميرا الحكي مش مثل شوفي، انا ما قلت بدي احكي. عندها جهينة الخبر اليقين. بس عم بيحكوني عن المنشفة. رجعوا عليك على المنشفة؟ ما ليش عم بقولوا لي منشفة؟ شو قصة المنشفة؟ خيي هيدا نعيم علق بالاوتيل بأبيجان عم يشارعوه على المناشف وما المناشف. جينا عم نتدخل نحن عم نقول لهم انه لا عم بهتم فيه انا لنعيم. انه شو بك؟ ايش بك شيء نعيم؟ قال لي لا يا خيي ما وجبني شيء، وجه لي اهتمامك لهونيك ما تهتم فيي. حطيته. شو صار بقصه المنشف يا زلمه؟ لك يا عمي جايبين المشكل معه من ابي جون انه هو الحق عليه. هو الحق عليه. بعدنا بقصه المنشف نعيم؟ لانه هو لو قال لك باي طريق هو شو في حلاوه؟ شو في؟ ما بدك قلت له خيي ما بدنا هذا الاهتمام تبعك وجهه لهنيك مطرح ما عم بيصير المشكل. انا بعدني واصل هين بس بس هون انت جاي له شنطه تعال لحظه استاذ ناصر لحظه خلينا بس نحل هذا مشكل المنشفه تبعك انتبه ركز معي خيك حالي ما بقى على قد الاهتمام الزايد ما بقى تعطيه اذا بدك نتباوس يلا بتاع انا موجود عرف اشغال ليه ما انت بتعرف هون تتباوس حمر يلا حليت بس هو بلش انت اللي بلشت خلص ما راح تخلص اليوم ما وظفني اكشن مرحبا اهلا واخيرا جمعت كل شيء اكتمل الملف عن جد نعم. خي طيب بليز بالتدرج اول شيء بدي اخراج قيد عائلي ايه اخراج قيد عائلي حو موجود تعال كثير منيح تفضلي اوكي اخراج قيد فردي حو اوكي او هويه يعني مش ضروري ايه. هاي صوره هاي. عنا اوكي هاي صوره عنا اديها اوكي شكرا أوكي. بدي سجل عدلي تفضلي سجل عدلي سجل عدلي كيعوني عم بقول لك يعطيك العافية عن جد تفضلي خي طيب إفادة سكن من عند المختار تكون أكيد إفادة سكن إيه؟ إيه إحيي أوكي عال إفادة معاش الراتب بدي خريطة للبيت إيه مزبوط هيدي أهم شيء إيه بليز هدي. جبت يا برافو عليك وهيدي التخطيط والارتفاع والتخطيط كمان طبعا البناية كلها 100% والإفادة العقارية كمان إحيي تفضلي ستنا أوكي خي وهي صورة مصدقة أنا طيب اوكي كمان رخصة تسكين مش غلط خي طيب يعطيك ألف عافية هذا التعهد أهم شيء التعهد ايه عملت التعهد أنا فكرت عطيتني إياه هذا التعهد بالدفع ايه برافو أوكي برافو ليك هلا بليز وهي خريطة المنطقة كلها ستنا إذا حبيتي غير بناية يعني كلها هي كلها شفتيها ايه المنطقة كلها جايبة يعني عن جد بكلف الملف مثل ما عم بلي شوي ما تجعلك تفضلي شكرا يعطيك العافية مش الحال هيك مش الحال شو بيبقى؟ هلا بدك تمضيلي على الكمبيالات كمبيالات وبليز المضي بتكون على يعني نص المضي على الطابع نص برا بتعرف حتى ما يصير فيه تزوير يعني اوكي هو اللي كمبيالاتك يعني ومقسطين ف هاي وحدة خمسة هلا يلا هاي اثنين منيح هيك؟ ايه بس اقول لك جرب في هيدي هون حطيت نقطة هون حطيت نقطة هون نقطة؟ ايه هون النقطة عملها هي يعني هي ذاتها لأنه المضي عرفت شو قصدي؟ هاي إيه نقطة برافو. شو هالمشكلة؟ لا ما كرمالك أنا يعني أوكي كرم عيني حبيبي شكرا خي هو كمبيالاتنا وخلصنا يعطيك ألف عافية يا ويلي طيب
نعيم بتجيب له الشميز بليز للمسيو. صار فينا نستلم القميص؟ يلا. واخيرا. ياي بس شوفوا بيغطى قلبي. مبروك استاذ. شكرا حبيبي. شوي 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 علي. شكرا. شوي شوي. اوكي. حبيت؟ كثير حلو. ايه؟ كثير حلو. بيستاهل. تسلمي. حلو ايه؟ الله يخليك. شكرا. شكرا. شوف في عندنا هلا جاكيت 20,000 دولار، جاكيت جلد، بهمك امره؟ ايه بدك نقصت لك اياها؟ تقسيطها كثير مريح. هادي هادي بيجي بال 2055 ببلش قصت فيها. من ايد لو اسمه؟ اي حطي خلص بحجز لك من هلا. ايه بنحجز لك اياها؟ اكيد مسيو اكيد. اعطينا شي كيس، ما في شي كيس؟ اخذين شغلي حق الوف الدولارات، ما في كيس؟ ما في زول. خليني هيك، خليني اظهر فيه هيك. شوف حالك فيه ما هيك؟ اوف واخيرا. الله يبعد الضربات. عيد عليهم يعني؟ لك ايه، مين طوق؟ طابوق عندي. انت طابوق؟ زعتر وجبنة. زعتر وجبنة برا. انا لبنة محمصة. لبنة محمصة. ان شاء الله ما يكون حط لي فيك كافيه. بعد في بعد في طالبين. خلص حطوا هون اذا بدك للكيس. هات طيب يلا. حطوا رحنا من هذا. حطوا. بس اكيد هيدي محمصة. ايه مرحبا. اهلا اهلا مدير. اهلا 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 حضرة المدير. صحتين. مرسي. تفضل. انا لبني محمصه اذا بدك. في ما لاقيش زياده اذا بدك. هلا وقت الغداء اصلا؟ انه لا بس بين الغداء. طيب قبل ما تبلشوا تاكلوا بس لكم كم كلمه هيك يمكن هلا ينسم بدنكم بعد ما اخبركم هالخبريه. هلا انا بعد مش حكيكم ابدا بالشغل، هاي اول مره بحكيكم بوجهكم. انتم بتعرفوا انه انا استلمت هاي الشركه وانا هاي المدير الجديد، وانتم بتعرفوا انه انا مزعوج من شيء اسمه مياعه كانت موجوده مع المدير اللي قبله. هيدي الانتاجية الخفيفة اللي كانت ما عم نلاقيها ليش؟ بسبب المياعة، بسبب قلة الاهتمام بالشغل من قبلكم حضرتك، وبسبب قلة الاهتمام والتركيز. بس انا ما فيي بقى فوت على مكتب من مكاتبكم ونشوف انا هيدا الاجواء، هاي الاجواء كلها ممنوعة ابتداء من هاللحظة. هلا بتاكلوا بتخلصوا، بس من بكره بدنا نمنعها كلها. بدي فوت لاقي كل واحد قاعد ورا مكتبه عم يشتغل بكل نشاط وبكل حيوية ومن قلبه. مثلا انت قاعد هون، هيدي القعدة ممنوعة، وحضرتك واقف ليه مش ورا مكتبك؟ ليه مش ورا مكتبك؟ انت بديك تكون عبرة، لانه هلا رح تطلع شغلي براسه. معليش بس خليه يشوف، خليكم انتو تعرفوا شو رح يصير فيه هلا تتعرفوا بعدين شو لازم تتصرفوا. انت يا ابني، انت يا ابني قديش معاشك؟ شوف شوف شو بتقبض معاشك؟ شو معاشك؟ قدي معاشك اللي من الاخر. شو معاشك؟ $1,000. انت بتقبض $1,000 بالشهر. ايه هول 1200. هدي هيدي $1,000. مع السلامة، الله معك في عبيتك وموفق بحياتك. انا ما بقى عندي انا هالنوع من المياعات. مع السلامة يا حضرة. هيدي رح يكون عبرة لكم. انت مشي فل، ما بقى تخليني اشوف صورة وجهك ابدا. أوكي. ومع السلامة. اوكي وبتمنى لك توفيق. شكرا. هيدا اللي شفتوه هلا رح يكون مثل عبرة لكم. انتو اذا بعد شي مره بتعملوا شي غلط مثله دغري قديش بتقبض، قديه معاشك، ومع السلامه. حضرتك ما في عندي رحمه. لو خلينا نحكي كلمه. تفضل. عامل لي فيها مدير. شو هذا؟ بتعرف مين اللي راح؟ مين هيدا؟ لك هذا تبع الدليفري اللي جايب لنا السندويشات. فل لك شو طلعتوا $1,000 وراح. ليه شو بك؟ شو بك ليه؟ انت شو بك؟ عم تحكي معي؟ ايه عم بحكي معك. ليه عم تجقر؟ لو شو فيه؟ شو ليه عم تطلع هيك بالقلب؟ لمين تعطى معك اصلا؟ عم تطلع لهون. شو بك؟ شو بدك؟ لو سكوت بنزل بدعوسك هلا مطرح ما انت انتبه. عاش تعلي صوتك، مين فكر حالك؟ ولو انت ما تعلي صوتك حشاوي بريديك. شو بك؟ اللي بنزل بضربك كفين مطرح ما انت، خليك عندك تقول لك. وليه؟ انت بدك تنزل عندي يا برميل؟ انا برميل يا صوص؟ انا صوص؟ ولي خليك عندك تقول لك. وليه؟ إذا زلمة انزل مسح فيك. إذا زلمة ونص واحد حرك من عندك هلا بنزل عندك. أنت واحد جلبوت وليه؟ لو خليك عندك وليه؟ ما تعلي صوتك. وينو هيدا؟ وليه؟ وليه؟ شو عم تعمل فيه وليه؟ أنت لو خليك عندك خليك وليه؟ انزلنا وليه؟ بدي مسح فيك الأرض وليه؟ ليه بدي دعوسك وليه؟ شو طلعك لفوق وليه؟ إذا رجال خليك محلك. لا أنا رجال. زل لهون أنا طالع لعندك وليه؟ انت طالع لعندي؟ خليك عندك. اذا زلمه طلع لهون ولا خليك عندك. انا بفرجيك بفرجيك امتك. ليه ليه وينك؟ ولا انا هون ولا لنزل
وخليك عندك ولا انت انت واحد جبان ولا ايه؟ ليه انا جبان؟ انت انت خليك عندك ولا انت صوص انت شو بك ليه؟ اذا رجال خليه يشوف صوت وجهك وخليك عندك ولا انا بفرجيك يا انا بفرجيك ولا شو بعمل فيه هذا؟ كيف هنلقطه؟ واحد جلبوط بونسوار هاي سوري انا هلا بالباركينج هون بالسنتر ولقيت حتى للبيع ايه ايه انا هلا تحت اه فيك هلا تجي يعني ايه كثير منيح يلا ايه 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 كثير بهمني ايه بليز يلا نطرتك لكين شكرا هاي هاي كيفك؟ كيفك؟ صباح ماشي الحال؟ شو؟ كثير حلوة سيارتك ميرسي ميرسي أي موديل؟ هيدي 2015 أها والله وقديش ماشية؟ بعرف يمكن شي 25 هيك شي 25000 حلو حلو وقديش طالبة؟ $500 $500؟ وي طالبة بس $500 بالسيارة؟ أي سيارة مدام؟ شو أي سيارة؟ هيدي السيارة للبيع حياتي الرقم للبيع 9-8-9-8-8-9-9-8-8 الرقم للبيع؟ $500 بدي فيه معقول راسك أنت حتى الرقم للبيع؟ أنا فكرت راسك. السيارة بدها $500 معقول راسك أنت هيك سيارة بدي بيعها $500 روحي يا نزلتيني على الفاضي عشو حتى لك من رقم؟ قولي الرقم للبيع شو خصك أنت فيي قطيعة اللي تقطعك من بين الشرة عم بتشارع شو حد مشارط وين مفتاح؟ أو ميخالك؟ وصلي من بلدان ما ديني لسنة بخشين بني؟ حدا عم صوفي؟ في صوت صوفر ايه؟ مسيو؟ نعم؟ ولو في مجال ما بقى تصوفي؟ ما عم تصوفي الساعة سمعتك عم بتصفر عم تزعجنا بقى نحضر الفيلم سوري بس عم بيكل بزر بيكل بزر بتصفر يعني؟ هذا بيكل بزر بالسنين سوري رح ناكل بزر بدنا نحضر الفيلم بليز اوكي عم تزعجنا لأنه عرفت ليه؟ سوري اوكي سوري ستو بس بس ستو بس موسى بس سكر وعسل نعم عم بتغني؟ نعم معقول عم بتغني نحن عم نحضر فيه؟ عسل بشد وعس عس عس وعطير بناس بالعسل مسيو شو بك عم نحضر فيلم لو سمحت؟ ستو بس 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 مسيو عن جد سرعتنا بدنا نركز على الفيلم سوري طيب ها مش معقول شو في عالم بلا ذوق يا عمي إذا بتريد يا رد يا طفي سوري تيركو عم يرنرن ألو يي هاي عن جد بلا ذوق سافا شو أخبارك؟ أوه إيه على العشاء؟ إيه أوكي شو عاملين أكل؟ أوه كوسة محشي كوسكوس مسيو اوكي اسسوار سريو هي سريو باي 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 انت كثير بلا ذوق سوري كثير بلا ذوق ليش؟ جد ما معقول معقول عم بترد على التليفون يعني عينك بنت عينك بقلب السنين ليش بعد ما بلش الفيلم؟ هاي الفيلم رح صار بنصه ما عم خلينا نركز عليه هذا الفيلم؟ ايه هيدا الفيلم هذا فيلم شو؟ فيلم الدراما اللي عم نحضره مش فيلم السكس؟ لا حبيبي مش فيلم سكس اه يمكن مغلبط بالسالز ايه مغلبط بالسالز يلا قوم طيب سوري سوري قوم صرعتنا سكسي سي يو سون ساعدون سي تو بس
سويت لوباس يا حبيبي خلصنا سويت لوباس ما اساله وسبي سام موتبه موتبه حياتي شو عرفك انت بيبي ما انا على جوجل كلهم هول بعرف عن جد شو قوي يي شيء حلو كثير ما خلي شيء حلو بس ما تبرر ما تبرر شو عم تعمل هون شو عم تعمل بالبيت شو عم بعمل بالبيت طيب شو عم تعمل هلا عم كمان عم تعمل لها مساج لها ما موتبه مش نايمه كل الليل والله طب واحد قاعد ببيته ومع مرته شو بقلك معنا انا صاحبها وانا جوزها شو قاعده بتعمل هون انت شو عم تعمل هون كيف فات لهون مش على اساس انت اليوم جاي هلا مش على اساس انت اليوم جاي هلا لازم انت تدخل بالموضوع بلا هو دوره اليوم اليوم يعني. دوره بعد لحظه تنين اربع جمعه اليوم شو اليوم شو يوم الخميس اليوم الخميس انت شو عم تعمل هون ليه ما رحت على شغلك كان عندي شغله وعم تشتغل لانه اذا في اجله لبكره شو خايف شو انت من سكر خايف مدوب يعني شطت عليك انت هلا على شو عم بتشارع طب حبيبي روق خلص طول بالك شوي ما بدك خلص حجي روق بقى ماني مضطر انا اسمع بهدلات وحكي ومن صاحبك بعدين ليه قاعد بالبروتيل انا حر قاعد ببيتي لك اذا منال ورايح ما بدك تنظميها انا بحمل حالي وبظهر ماني مضطر اسمع حكي منه طب خلص هلا روق طب خلص ما عم بقدر روق طب روح اعمل لك شغله وين بدي روح هلا تحت هالشتا طب روق قوم اعمل برمي وارجع شي ساعة هلا اليوم دوري مش دورك بس رح مر له اياها هالمرة حش تعمل لي زلمة عصبت هلا وخلصت بعدين هيدا الروب لي معلق على البيت هيدا روبي هيدا روبي انا انت اللي جبت لنا اياه اخر مرة شو كان لونه جايبت له روب لي انا وروب لي انا طب ما تتخانقوا اهلا وسهلا فيكي مدام شميه ماكسي سوري بس اي ساعه الترويقه من 7 ل 11 واذا بدك تطلبيها على الاوضه 320 320 اهلا مسيو بس دقيقه وكون معك لو سمحت واذا بدك في واي فاي كمان وهذا الباسورد تبع الانترنت كثير منيح بدي غرفه لو سمحتي لليله وحده اخر غرفه اخذتها مدام شميه هون 320 هي اخذت اخر غرفه قلت لها حضرتك اخذتي اخر غرفه سوري طب لا ما الله يخليك ما في مجال لانه مضطر كثير ما فينا اعطيتها اياها وهي كمان مضطره بعتذر منك يعني بس ما في ولا غرفه انا حجزه من شهر مسيو لا بعرف بس قصدي يعني لانه انا كثير مضطر يعني ماني قادر انه ليلي وبروح خلص عفوا مدام بس خليك دقيقه بس عندي عرض بس اذا بتقبل معنا مدام شميه يعني هي الغرفه اللي اخذتها فيها تختين ايه بعرف بس انه عم شوف بالاماليه يعني انا ما عندي مشكله يعني ما في ماشي سوري مسيو بس انا عندي مشكله يعني انا اخذ الاوضه كرمال انا اقعد فيها لوحدي ايه بعرف بس ما خلينا نقطع هالليله بس يعني ما هي ليله هي يعني انا بكره على فكره تصديقا احد يسمع يعني بكره بس الاوضه فاذا بحال بس هالليله يعني ماشي الحال بليز بتخت بعاد عن بعض بتشان خير شيء لا ابد او ولو ابدا ماشي الحال دان شيرين لكن ثانك يو فيري ماتش يس اوكي لكن هلا بعمل لك كارت لازم بكره بتدبري له okay. اكيد سوري انا سمعت الحديث هلا بيناتكم انا نازل هون بالاوتيل ايه اكيد مش في حلاوه اهلا وسهلا فيك فالوضع عندي بالاوضه مثل وضع المدام انا عندي تخت زياده فاذا مزبوط. اريح لها هيك طبعا تكون محروجه او شيء بحب المسيو يقعد معي انا ما عندي مشكله اه يا ريت ولا انا بفضل صراحه مش معقول انه المسيو يقعد معي بنفس الاوضه انه رجالين أهلا. كلك ذوق مسيو يعني دخيلك كلك دخيلك انت ما اسمك دخيلك انت منين خلقت على هالخلقه عشو هلا دبت النخوه فيك والشهامه وعزه النفس انه انا اقعد عندي تخت والثاني اقعد عندي المسيو هالان ما وصلت اللقمه للتم عشو شفت اللي بدك انت مرسي مسيو كلك ذوق باي اقعد عندي عندي الدنيا ازواق كمان واحد عمي ابو رياض عيونه تسلم عيونك هيدي تاني علبة بوشار بناكلها طيب في اربع افلام شغالين نحن اي فيلم جاي اخذنا بوطة الحشاشين اي بوطة الحشاشين هيدا اللي انا كتبته هيدا هيدا الفيلم انا كاتبه عباس اساسينز 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 الحشاشين اسمه بعدين انت كاتبه انت بتكتب افلام سينما
شو يشبك عم تقشر علي كني واحد نكرة؟ لا منك نكرة، بس انت شو خصك بكتابة الافلام؟ انا بكتب افلام. انت بتكتب افلام؟ وهلا عم بكتب لك فيلم لك عباس. لي انا؟ ايه عباس. عم تحكي جاك؟ ايه. احكي لي عنه. اذا انت ابني وما عملتك نجم هوليودي مع لمين بكتب؟ يعني انا بطل فيلم. انت البطل تاع الفيلم. كيف ببلش الفيلم؟ يبدا المشهد. ايه. خارجي ليلي نهاري. خارجي ليلي. الطاس بتكون الشمس طالعة والناس ايش عاد؟ لك لحظة، الشمس طالعة فهمنا، بس شو الناس ايش عاد؟ هذا مثل. يقف عباس على الشرفة تاعت البلكون تاعه. أنا؟ ايه؟ ايه؟ في الطابق السابع. ايه؟ بكون بيتك بالسابع. ايه عال؟ ايه. والدنيا عم تتلج وعباس في الميو. لك كيف الدنيا عم تتلج وعباس في الميو؟ ما أنا عم بكتب لك قصة، بعرف شو عم بعرف شو عم ساوي. طيب تفضل. صرت نجم دغري هيك، صرت عم بدك تصير نجم. لا خلص خلص، خطوه خطوه. تفضل واقف بالميو. ينظر عباس الى الافق. الى الافق. الى الافق. طيب طلعنا على الافق. واذ بنط عباس بيفتح فتحه صدر طول الوقت كانه عم بنط عن صخره الروشه. لحظه، شو بده يفتحني صخره صدر؟ وبتيجي عباس قالب عامل رولي بولي، قالب على الرصيف مدججا بالدماء. لحظه عمي ابو رياض، هيدي انا ما بنطها، بتجيب لي دوبلير. دوبلير؟ ايه بدك تجيب لي دوبلير. بدك دوبلير عباس؟ ليه بدك دوبلير؟ شو ايش بك اذا شو صار لك اذا نطيت؟ ما الابطال بيجيبوا لهم دوبلير لحتى لي هن هوليك ينطوا، مش هو بينط. بدك تطول بالك عباس. ايوه. جاكي شان الافلام عملت له اياها ما جبت له دوبلير. انت عامل افلام لجاكي شان؟ ليش يا عباس؟ لجاكي شان عامل ايام. مين عطى الحزام الاسود؟ انت عطيته لجاكي شان الحزام الاسود؟ رح تجنننا. بليله عرسه كان البنطلون عم بقشط عليه وعم ببينه اغراضه. بليلة عرسه؟ اجى لعندي قال لي دخيلك. ايه؟ لابس طقم اسود وبدي الزنار الاسود. عطيته. نبشت له بالطقم تاعي، لقيت له الطقم زنار بني، قلت له مشي حالك زنار بني. برجع بعطيك الاسود. ايه. طيب، فوتني هلا بقى على الافلام تبعيتك بقى. الافلام تاعيتي؟ ايه. هلا انا بموت بالفيلم؟ بتموت عباس. لو كيف بموت واني بطل الفيلم؟ ماني برجع بعيشك. إذا بعد بتتعلق وتناقش طيب بقلك لك كل الفيلم. لا خلص ما بدي الفيلم، كفي لي. شو أنت شو خصك بالأفلام؟ فيلم ذهب مع الريح. إيه أنا كاتبه. أنت كاتب ذهب أنت كاتب ذهب مع الريح؟ أنا كاتب ذهب، بس اختلفت أنا وياهم من المونجين لهونيك بهوليود. عشو اختلفته؟ لأنه كان بدهم أني بدهم أني يجيبوا لممثل كلارك جيبل. إيه أنا بدي رشدي عباظة وزبيدة ثروتي يمثلوا الفيلم. محل كلارك جايبه؟ ايه. بعدين ما كان اسمه ذهب مع الريح، كنت كاتب لهم اياه انا فاصوليا مع الريح. كيف تفاصوليا مع الريح بقى؟ ما ينبس تاكل فاصوليا بصير عندك ريح. طيب. الله شو هالحكي هيدا؟ انه طيب. سموا ذهب مع الريح؟ لا عم اختلفنا، رجعنا سميت لهم اياه فضه مع الريح. قال لا بدهم ذهب. قلت لهم اذا معلقين هيدا الذهب انا ما بعمله. قاموا اعطوه عملوا كلارك جايبل وكل شيء. عملوا. طيب المهم. انا كتبت افلام مصريه عباس. شو؟ فيلم خمسة باب. خمسة باب؟ خمسة باب. خمسة باب طبعا. نادية الجندي؟ نادية الجندي بتعرفها؟ أنا اللي بعرفها. اختلفت أنا وياها. إيه؟ هي كانت رتبتها أعلى من هيك. شو كانت هي ليش؟ كانت أول شيء نادية النقيب. نادية النقيب و... إيه؟ اتلسنت أنا وياها. إيه؟ مديت إيدي عليها لطشت لها النجوم جردتها من شو اسمه التالي وعملتها جندي. نزلتها لرتبة نادية الجندي. كرمال مين؟ عشو اختلفت أنت وياها؟ كرمال بنت عمك. بنت عمي مين؟ إلهام شاهين. لك 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 هلا جاب لي إلهام شاهين. ايه ايه عاد مين واقف كمان معها على إلهام شاهين؟ مين؟ عمك. مين عمك؟ يوسف شاهين. الله أكبر على هالقصة. مين عاد فات بالصلحة بيناتنا؟ مين؟ كمان عمك التاني. مين؟ يحيى شاهين. اه كل بيت شاهين كانوا كلياتهم اختلفوا معي. بتعرفهم؟ كلمة الفيلم تاع الخمسة باب كنت مسميه أربعة باب. أربعة باب كنت مسميه؟ ايه. كان بعده فؤاد المهندس بعد ما أخذت شهادته. كان بعده فؤاد عادي. ايه شهادة شو؟ فؤاد متدرج. ايش؟ في شهادة بالهندسة. لك هو منه، لك هو من بيت المهندس. وكان يقول لي بدي امثل بافلامك، بعرفك تكتب افلام. قلت له ولا همك، بس تتخرج فرجيني الشهادة تاعيتك. بس صار مهندس فوتوا بفيلم خمسة باب. ايه. بس لأنه صار مهندس شاطر، كان هو الشيء أول شيء أربعة باب، قلت له اعمل الباب الخامس، عمل الباب الخامس، صورناه خمسة باب. وباب شو نوعه؟ خشب؟ باب لا، كان الباب ألومنيوم. اوكي. يعني اربع باب وباب على من يوم خمسه باب. لك فت فيي هلا بباب خمسه باب وخمسه باب وكذا. وابي فوق الشجره. شو اشبه؟ مين نزله؟
مين نزله؟ أنا نزلته لأبوي. أنت نزلته؟ كان لو ما نزلته كان بعده لهلا على هذا الشجرة. لك هذا فيلم لعبد الحليم حافظ ونادية لطفي، تعمل لي أني نزلته أني أبوي منه عبد الحليم. لك هو الفيلم مثل فيه عبد الحليم الله يرحمه. أما ما مات؟ لك مات هو كل اللي سميته. مين نادية لطفي؟ لك نادية لطفي يا عمي أبو رياض ولو لو. عباس؟ نعم. أنت طالع شيء هلا قريبا على الضيعة؟ ايه ليه شو في لانه عم فكر صور لك اخر مشهد لك فوق بالضيعه بالفيلم؟ لانه بدنا مشهد ثلج عم ينزل. ايه ما هلا كنت بالضيعه انا في ساعه؟ ساعه كثير. عم تبردوا بالضيعه؟ ايه عم تبردوا؟ والله برد كثير يا عمي ابو رياض قد ما بدك. قال تمام. ايه انت هلا هلا وقريبا عندك شيء؟ شيء مثل شو يعني مثلا؟ بنط انا وياك على مصر بدي اعرفك على عمك. عمي مين؟ يحيى شاهين. عمي يحيى شاهين؟ ايه ومين كمان؟ ويوسف. ليه ما بيسألوني عنك؟ عم يسألوك عني يوسف يحيى شاهين؟ لك الله يرحمه ما ماتوا. مات يحيى؟ لك يحيى مات؟ اللي معه مصاري مبلغ كبير؟ كتير. قديه؟ 15 جنيه و 25 ساغ. 25 ساغ؟ ايه؟ شو هالمبلغ يعني الكبير؟ بوقتها كانوا يحكوا عباس. بوقتها؟ بوقتها كان فيك ب 15 جنيه تفوت شريك بسكة الحديد. لك عمي أبو رياض هلا بدك تبلشني بالفيلم ولا ما بدك تبلشني فيه؟ أنا فيلم أنا معك بالفيلم البطل. أنا فيلم. لك الفيلم اللي عم تحكيني عنه أنا حكيتك عن فيلم. لك شو قصتك عمي ما توش الله يوفقك. أنا وش وش؟ يا وش وش؟ ما أنت قلت لي واقف على البلكون ولابس مايو وتلج. أنا ما قلت لك شيء. جاكي شان. شو اسمه؟ لك جاكي شان اللي أنت كاتب له أفلام. أنا ما بكتب أفلام عباس. لك أشاشين. هيدا حساسين. ما حساسين؟ لك هون اللي هن. ما شوف لي الحكيم وين صار؟ اي حكيم؟ ما جاينا موعد مع الحكيم؟ لك جايين نفوت على السينما عمي ابو رياض. شو جايبنا على السينما عباس؟ لا لا انا ما بعرف مثل. خشبش عمي سراب. انت خشبش. انا خشبش انا عم خرف؟ تعبيس. لك اي بيس؟ تا لك هيدا اللي بيخرف بيقول تعبيس. بلا بلا هو دوره اليوم. اليوم دوره؟ بعدين لحظه. تنين اربع جمعه. وإذا عم بتشتت شو قلت من سكر خايف مدوب إذا نقاطت عليك؟ لك لا شو عم بتشارع؟ طب خلص هلا شو عم بتشارع؟ وحيد الله بعد كلمتين بعمل حالي وبظهر من البيت. ها لحظة لحظة انت اذا مش رح تعرف تنظميها انا ماني مضطر اسمع بهدلات من صاحبك. عم تبردوا؟ والله برد كتير يا عمي ابو رياض قد ما بدك. ايه ايه وصار بدك هلا قريبا عندك شيء؟ وصفك؟ ما وظفني. هالمرة وعيت مأخر ومعلقت بعجقة سير، بركي حظي بيتغير وبرجع بتفائل بالخير. بس شافتني السكرتير قالت لي شكلك لزقة، مش فاضيلك المدير وهلأ في عنده عجقة. وظفك؟ لا ما وظفني. صاحبته اهتمت فيي وسافيتي فواتت له، توظفنا وهيدي هي مثل الام ودعيت له. قال لي الظاهر ما بتفهم ما في عنا وظايف.